المؤلف المؤرخ والمؤلف والكاتب الكبير محمد صابر عرب أخذ جائزة الدولة، جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، ليس فقط لأنه كان وزير ثقافة متميز للغاية. الحقيقة أنه دكتور صابر عرب إسهاماته في الثقافة والحفاظ على التراث والثقافة كبيرة جدا، وتخليه يتبوأ أكبر المراكز ويتلقى أكبر الجوائز. دكتور صابر عرب في الأماكن اللي كان موجود فيها كانت هي الحصن الحصين للحفاظ على الكتب والوثائق. مؤلفاته الكتيرة كانت دليل على استغراق كبير في الثقافات العربية والعالمية. واحد من الأسماء المهمة المكرمة في جوائز الدولة هو دكتور محمد. جائزة النيل للعلوم الاجتماعية ودكتور محمد صابر عرب المؤرخ والكاتب ووزير الثقافة الأسبق دكتور محمد صابر عرب. أهلا بحضرتك، ألف مبروك. طيب، وزير الثقافة الأسبق والمؤرخ والكاتب والمؤلف دكتور محمد صابر عرب، أهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. اهلا بيك يا دكتور صابر. مره ثانيه ببارك لك. ليك مقوله دكتور صابر عرب بتقول الثقافه روح الحياه بكل انواعها. الثقافه مش مجرد شعر ولا ادب. الادب والشعر شيء معتبر جدا، ولا حتى فن فقط. الثقافه نمط حياه، القانون، اعمال القانون، السلوك في الشارع، السلوك بين الرجل والمرأة، السلوك في الجامعة، السلوك في المجتمع. الثقافة نمط حياة متكامل. وحينما تغيب أو يحدث مرض لهذه الثقافة يحدث نوع من التراجع. إحنا في مصر، مصر اكتسبت أهميتها في العالم مش لأنها دولة غنية، ولا هي دولة عندها موارد طبيعية غنية، ولا هي دولة. مصر اكتسبت طوال القرنين اللي فاتوا اكتسبت أهميتها لأنها دولة منتجة للثقافة. صحيح. حضرتك دكتور صابر، والواحد لما يشوف مؤلفاتك هيلاقي كمان فيها فكرة التنوع ده. يعني مثلا ايه؟ الحركة الوطنية في مصر من 1908 ل 1914، حدث 4 فبراير 42، العلاقات المصرية البريطانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، مدخل الى تاريخ اوروبا الحديث وتاريخ العرب الحديث، الأحزاب المصرية، وثائق مصر في القرن العشرين، أزمة مارس في الوثائق البريطانية. يعني حضرتك الجزء التاريخي وتنوعه الجغرافي مخلي عندك حالة من التميز اللي بيربط ما بين الوثائق والرؤية المتسعة وربطها بالواقع. هو حتى يمكن طه حسين عبر تعبير بالمعنى انه يعني اي تعليم بلا ثقافة يبقى كأنك انت بتخلقي جسد بلا روح. وجودك في مؤسسات هي الحارس الأمين على الثقافة، الوثائق، المخطوطات، تاريخ البلد ده، روح البلد دي. في انا اتذكر مره كنت عندكم في دار الوثائق، شرفتيني، واطلعني دكتور صابر عارف ساعتها على عقود الزواج اللي كانت موجوده من 300 400 500 سنه، ازاي المصريين كانوا بيكتبوا عقد الزواج، ازاي تحديد الهويه كان. يعني انت دخلت في اماكن في عمق وعصب تكوين البلد دي. انا اشتغلت ده حقيقي ويمكن دي انا اشتغلت 20 سنه تقريبا، يعني يتفرغت 20 سنه تقريبا في العمل الثقافي بالاضافه للجامعه، يعني لاداره المؤسسات الثقافيه،
اشتغلنا على تطوير مبنى دار الكتب القديمة في باب الخل، دي هي المكتبة المركزية كانت. اشتغلنا على بناء إضافة جديدة لدار الوثائق في في عين الصيرة. اشتغلنا على إنشاء معمل لأول مرة، مركز ترميم على أعلى مستوى زي المستشفى كده، الترميم الورق القديم بيبقى محتاج، عملناه في دار الوثائق. كان شباب كنا بنبعتهم يتدربوا في الترميم، نبعتهم إيطاليا ونبعتهم حتى إنجلترا. فإحنا اشتغلنا لأنه أنا كنت شاعر أنه أهم ما نملكه هو هذا التراث، والتراث ده هيندثر إن ما كناش نلحقه. صحيح. ونلحق له ونعمل له صورة رقمية ونحميه بالترميم، إن ما كانش ده يحدث يبقى هتبقى فيه مشكلة. مبهر الزيارة كانت ولا تزال مبهرة لو الشخص راح للأماكن دي ووجد من يشرح له. طبعاً طبعاً. يعني هيقعد ساعات وساعات. بس أنا هقول لحضرتك على حاجة يعني حصلت في المبنى ده، أنا فاكر إن حضرتك شرفتينا فيه. المبنى ده احنا عملناه وكان يعني عملناه مكتبه وعملناها اقرب الى المتحف. يعني اندر المخطوطات واندر البرديات واندر الاصدارات واللي بيدخل المصاحف، عندنا من اروع مصاحف العالم موجوده كانت في هذا المكان. ثم فوجئنا في بعمليه ارهابيه كانت في مديريه امن القاهره، وكانت يعني حجم الانفجار كان بالدرجه انه المبنى الشبابيك طارت وكل حاجه اتدمرت من هذا العمل الارهابي. انا لم اتمالك نفسي بالضبط نفس المشهد ده اللي حصل لي يوم حريق المجمع العلمي. يعني يوم حريق المجمع العلمي انا وقفت على الرصيف وشايف حريق. وبعدين اقتربت مني سيدة في منتصف العمر كده، قالت لي انت متأثر قوي، ليه السبب من الثوار يعني؟ قالت لي لو انتوا علمتوا ولادنا هو ايه ده ما كانوش حرقوه. شايفة دلالة المعنى؟ لو انتوا علمتوا ولادنا هو ايه المجمع العلمي ده ما كانوش ولادنا حرقوا المبنى ده. فإحنا وده هيرجعنا للثقافة، لأهمية الثقافة. ويعني الست يعني بالرغم من قسوة كلمتها اللي إنه لها دلالة، لها دلالة قوية جدا. بالعكس ده هو اللي يلفت نظري الكلمة اللي قالتها الست. صح. نفس اللي حصل بالضبط في مبنى باب الخل، إحنا مطورينه وفرحانين بيه وكل الشخصيات الكبيرة في العالم الإسلامي والعالم العربي اللي تيجي الملوك والرؤساء والوفود بيزوروا المبنى ده باعتباره أنه أصبح مزار، وفجأة كأنك جبت قنبلة وفجرتيها جوه المبنى. يعني كان مشهد. وبعدين في نفس اليوم كلمني من الناس المحبين جدا لمصر شيخ سلطان القاسمي، وقال لي أنا شفتك في التلفزيون وأنت متأثر جدا، المجمع العلمي هيرجع تاني. فأنا خدت الكلام على إنه يعني وبعدين لقيت المشير، أنا كلمت المشير لأنه كلمني وقال لي المجمع العلمي اللي هتبنيه مصر ويفتتح في نفس اليوم اللي احترق فيه. ده اللي حصل. يعني الافتتاح ده مؤشر ان البلد ان شاء الله نأمل ان يكون ذلك مؤشر ان الوطن يتجاوز مشاكله ويتجاوز آلامه ويتجاوز يعني مستقبل. كل اسكندرية ومجمع العلمي مع بعض من كام سنة وطورناها بصورة أخرى وحطيناها على الإنترنت بحيث تقدروا توصلوا عن طريق الإنترنت هتجدوا. يوميها بالليل الشيخ سلطان القاسمي كلمنا على الهوى في العاشرة مساء وقال كلام لا ينساه الشعب المصري أبدا، انه هو هيتكفل بده وانه دي ليست منا. مكالمه شهيره جدا يعني محفوره في وجداني وجدان الشعب المصري.
وقامت. أنا بس عايز أقول وقامت القوات المسلحة بإعادة الترميم، والشخص طارق القاسمي تبرع بمجموعات نادرة نسخ أخرى لبعض المخطوطات اللي اتحرقت لها. لا هكمل لحضرتك. هو قال لي بس أنا عايز حاجة، قلت له، قال لي أنا بلغته يعني أن مصر هتبني، وأن وفقا لتوجيهات المشير عليه رحمة الله أن المجمع ده قضية مصرية خالصة ولازم مصر اللي تبني المجمع. فقلت له يعني احنا شاكرين جدا والقوات المسلحه هتقوم بالبناء. فقال لي طيب انا عايز الكتب اللي اتحرقت دي، انا عايز نسخه من الـ من الـ يعني الـ 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 الايداع بتاع الكتب دي. كان عندنا نسخه ورقيه في دار الكتب بالصدفه، عندنا نسخه كانت من مجلدين كبار برصيد المجمع العلمي من البرديات والمخطوطات والكتب في الجغرافيا والتاريخ وكل المجالات. فأنا صورتها له إلكترونيا وبعتها له. هو نزل ناس أصدقاء له مهتمين، لأنه أنت عارف مهتم بالثقافة، نزل ناس المتاحف كمان، نزل ناس في الأسواق اللي هي، لأن في مكتبات في أوروبا وخصوصا في إيطاليا وفرنسا وفي بريطانيا مكتبات قديمة متخصصة في بيع مثل هذه الكتب. نزل ناس يجوبوا البلاد دي علشان ومعهم القوائم ويشتروا. رجع لنا 6500 عنوان يا الله، وعمل بهم معرض في معرض الكتاب. ورحت دعاني وهو على طائرة خاصة يعني هو الأم يعني شحن، نقلت هذه الكتب في نفس الوقت اللي كان المبنى انتهى، ورجعنا هذه الكتب مرة أخرى. تقريبا رجعنا حوالي 80% من الكتب التي أحرقت. الحديثة اللي حضرتك بتحكيها دي بتلخص رصيد البلد دي من تاريخها ومن أبنائها ومن أحبابها، إنه في أعصر الأوقات وأصعبها وفي أحلك الأيام وأكبر العثرات بيبقى في أسباب كتيرة جدا تخلينا نقوم ونعيد ما كان موجودا. لأن أستاذة منى، لأن مصر دي الناس اللي عارفينها هم الناس اللي عارفين، هم الناس اللي عندهم وعي وعندهم فكر وعندهم ثقافة. والناس اللي عارفة قدر مصر، لأن مصر دي هي رمانة الميزان في المنطقة كلها. مصر دي أقدم دولة، أقدم بشر وجدوا على ظهر الكرة الأرضية منذ ملايين السنين، وجدوا على نتوءات نهر النيل. نهر النيل ده ما كانش نهر، نهر النيل ده كان جزر نتوءات في بتتسع بتتسع. فتوجد الناس اكلوا بالاعشاب الشجر، اكلوا من الاسماك، اكلوا من اول ناس واول حضاره في الدنيا، واول ناس علموا القراءه والكتابه، واول ناس مارسوا الطب، واول ناس يعني لما نقرا في تاريخ التاريخ مصر القديم ننبهر في العالم. يعني العالم كان دايما العلماء الانثروبولوجيا والجغرافيا والتاريخ يقول لك فيه ثلاث حضارات في العالم من أقدم الحضارات، منها حضارة بلاد السند وحضارة بلاد الرافدين ثم الحضارة المصرية القديمة. وبقى في معارك في الموضوع إلى أن استقر الوضع بين العلماء إلى أنه أقدم تواجد بشر على ظهر الكرة الأرضية توجد في هذا البلد. هي كمان الخناقة مش أيهم أقدم، هي أيهم أكثر تأثيرا وأكثر تأثيرا أبقى وأكثر تأثيرا وأكثر تأثيرا. دكتور صابر عرب، يعني قد يعتبر بعض الناس أن حضرتك محظوظ لأنك اشتغلت وزير ثقافة في ثلاث حكومات مختلفة. أربعة وما كانوا أربعة. طبعا أنا من الجنزوري حتى منتصف حكومة محلب. طيب دول الناس اللي ممكن يشوفوها من فكرة الأضواء ووزير ثقافة، إنما العالمين ببواطن الأمور يعني بيشفقوا عليك ومش قادرين يتخيل إنه في جهاز عصبي لوزير ثقافة يشتغل مع أربع حكومات في أصعب مرحلة في مصر. دكتور جنزوري، هشام أنديل، حازم البلاوي. نصف لغاية منتصف حكومة مهندس محلب. والمهندس محلب. والبلد كانت في أزمة كبيرة جدا، يعني أحداث التي كانت تمر بها مصر وتوتر شديد جدا حصل في المجتمع المصري، توتر في العاملين في المؤسسات. بس أنا هقول لحضرتك على حاجة، ويمكن كل الأصدقاء والعاملين في وزارة الثقافة يعلمون، أنا
رغم كل المشاكل التي كانت تحدث، كان الموظفين يخرجوا في الوزارات ويحاصروا الوزارات ويعملوا، وكان عندي هو دار الكتب عندهم مشاكل اقتصادية وفي هيئة الكتاب وفي كل المناحي وزارة الثقافة، لكن الناس كانت تقابلني بحب. يعني كنت بعتبر نفسي زي اللي في الحرب، زي اللي على الجبهة، زي الجندي اللي بيقاتل على الجبهة. يعني كانت عيني أكتر حاجة عيني على تراث وزارة الثقافة، تراث مصر من المخطوطات والدوريات والوثائق ومعارض الفن التشكيلي، وتراث مصر من الفن التشكيلي. كنت خايف ده يحصل فيه مشكلة، يحصل فيه ناس متوترة زي ما حصل وعملوا في المجمع العلمي. فكنت عامل نبطشيات للناس العاملين، مش معتمد بس على الجهات اللي هتحرسنا، يعني عامل نبطشيات من نفس المؤسسة 24 ساعة، الناس هي اللي تحرس وانا بنفسي امر واطمن. دي كانت فترة من حاجة زي اللجان الشعبية كده، مش لجان شعبية، العاملين في الوزارة هم نفسهم يعني في دار الكتب، في الأوبرا، في دار الوثائق، في الهيئة العامة للكتاب، في كل المؤسسات اللي هي عندها تراث أخف عليه. فكنا عاملين نبطشيات بالليل منهم، من العاملين. احنا عندنا أمن، عندنا أمن موظفين، أمن مدني، لكن كنت معتمد على الموظفين العاديين اللي هو انت مسؤول انت، وكنت يعني ادفعهم يعني من خلال معنوياتهم. عشان كده هو عارف قيمه الحاجه، وهو حابب ان هو يعني يقبله دور في حمايه وكان شايف في حاجات حرائق وكذا. فكل ده كان احنا حريصين عليه. فدي كانت تجربه صعبه جدا. وانا كنت مقدر دايما الناس عندها مشاكل، يعني عندها مشاكل ماليه، عندها مشاكل، بس انا كنت بطبطب عليهم. انا اعتقد انه حضرتك من الناس اللي صدقا مش كلام بس، يعني ساعه ما خرجت من الوزاره كانت من اسعد ايام حياتك. انا كنت اول مره انام بعمق، واول مره اتلقى خبر ان في تغيير وزاري، وقال لي شكرا يا دكتور صابر. يا خبر. روحت كده. انا ما اعتقدش ان في وزير ثقافه يعني عاش الفتره اللي حضرتك عشتها. لا، الحمد لله. احنا يعني اشعر ان انا اديت مهمتي باخلاص، وانا نفسي كل واحد، كل مواطن في البلد دي بيؤدي وظيفته، موظف او مدرس او مهندس او طبيب او في اي مجال مهما كان، متواضع او مجال، انه يؤدي لو كل واحد ادى وظيفته بشكل كويس البلد دي هتبقى كويسه. واعتقد ان هو ده السبب الرئيسي لحصول حضرتك على جائزه النيل، ليس لانك كنت وزير ثقافه. نعم. لا لا لا، انما لا. لانك كنت تعتبر لله. نفسك حارس امين. نعم. على نعم. مواقع ثقافيه. نعم. كثيره. دكتور محمد صابر عرب، الحاصل على جائزه النيل في العلوم الاجتماعيه، جائزة مستحقة لتاريخ كبير ومثقف أصيل، في يوم من الأيام أو في أيام كثيرة كان صمام أمان للثقافة والمخطوطات والتاريخ في فترة عصيبة جدا في وقت مصر. دكتور صابر. بدون استئذان، ده كان العمل اللي لما بيتعرض الشوارع تفضى تماما، اخر المشهد مش هتحس انها اغنيه. اول طالب مصري يدخل الجامعه وفي ايده كتاب.